احنا يعني هنروح لإجابات المشاهدين عن سؤالنا، اكتشفت ايه جديد عن شريك حياتك وقت الحظر مفاجآت او بقى. وقت الكورونا؟ اكتشفت انه يستحق حب واهتمام اكتر، واني ما ضيعش اي يوم في خناق او زعل لان العمر قصير قصير قوي. سوري. اكتشفت ايه عن زوجي في فترة الحجر الصحي؟ ان مفيش امل ولا وعي عنده في التغير وتحسين العلاقة ما بيننا، بالرغم تغيري انا واستثمار الوقت للاستفادة انا وبناتي والقرب والترابط اكتر، لكن هو مش بيشارك معانا وماشي بنفس النهج بتاعه. ده اكتشاف اكتشفته من كتر القعدة اللي في الفترة دي. فترة الحجر الصحي اكدت لي ان جوزي لا يمكن يتغير او يغير علاقته معايا للافضل، لان ايه اللي ممكن يحصل اقوى من اللي احنا فيه علشان يتغير؟ بالرغم ان انا عايشه معاه 19 سنه وكان عندي امل، ولكن ده ان شاء الله ان كان لينا عمر بعد المرحله دي انا اخدت قرار انه مش هينفع نكمل مع بعض للاسف. طيب شوف يا قد ده من ايه، ضمن الحاجات اللي يعني شوف قد ايه بقى اكتشافات بتخلي ان ايه ده، هو ده اللي انا عايشه معاه او هي دي اللي انا عايش معاها، يعني جت فتره الحظر دي علشان يعني تكشف. ترسخ لديها الصوره الحقيقيه ايوه من وجهه نظرها. احنا طبعا احنا طبعا ما دخلناش اللي هي شايفاه اللي هي شايفاه، وانها بتقول لو ربنا مد في العمر وتخطينا هذه المرحله خلاص مش يعني هكمل مش بناء على هكمل. اللي انا شفته في هذه الفتره. اكتشفت ايه جديد عن شريك حياتك وقت الحظر؟ ان ضحكته حلوه. طب حلو كويس الحمد لله، كويس. زي اللي عينيها بني فاكتشفت. اكتشفت اني ماليش شريك طيب حياه. مفاجآت. خلي بالك يا دكتور عمرو، هذه الازمه هتغير كتير من العلاقات صحيح. للاحسن او للاسوء. شوف يعني هو سؤالنا اكتشفت ايه عن شريك حياتك، فما فبتقول فيش شريك ما حياه عنديش اصلا، شريك حياه. لا ما اقدرش اطلق عليه او اطلق عليها شريك حياه، ده جاري او مأساة. جارتي. طيب اكتشفت انه قد اي حاجه، اكتشفت قد ايه هو راضي تحت اي ظروف، اكتشفت انه مش بيتغير بالمواقف، قد ايه هو صبور وراضي، واكتشفت ان مهما بعمل مش بوفي حقه. كويس طب كويس كويس جدا جدا. كويس جدا. اكتشفت انه مش ظهر ومش سند. طيب ودموع كمان. يعني اكتشفت قلة اهتمام، يعني حتى لو عندها وقت يقعد معايا او عنده وقت ولا عندها وقت معايا او مع عياله، هيفضل يقعد بره او على الفيس، وان لهفة القعاد في البيت انعدمت اصلا. دي واحدة بتتكلم عن جوزها. مش شايفه ان القعده في البيت فيها لهفه وفيها اهتمام. اكتشفت انه لازم نسيب بعض، لا حول دي ولا زي قوه الا نفس بالله. الرساله اللي من شويه. اكتشفت ان ما ما عنديش عنديش حد حد، يسال عليا. صعب قوي صعب قوي. اكتشفت اننا مش موجودين مع بعض وقت الازمات. اكتشفت انه سند وقلب حنين. ايوه كده كويس، يبقى يعني. الاجابات تتراوح ما بين حاجات كويسه جدا وحاجات يعني للاسف سيئه جدا.